مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتك بالدنيا. مثل كل يوم بهالوقت عم نلتقي فيكم مشاهدينا مع عدد من الاطباء والاخصائيين يلي موجودين معنا حتى يناقشوا مواضيع بتهمكم وبتهم صحتكم مشاهدينا، وبتجاوب على اسئلتكم المباشره على الهواء. مين هن ضيوفنا لهالحلقه؟ نشوف سوا. موضوع حلقتنا هو الفيروسات والبكتيريا الأكثر خطورة في الشرق الأوسط. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور توني المر، اختصاصي في الأمراض الداخلية والالتهابات، سمر قراتي، ممرضة متخصصة، وأميرة الحشفرح، اختصاصية التغذية. إذن الفيروسات والبكتيريا الأكثر خطورة وانتشار أصابت مؤخرا منطقة الشرق الأوسط هو موضوع حلقتنا لليلة. لأي سؤال أو مشكلة فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الأرقام اللي عم تظهر بأسفل الشاشة. وهلأ خلينا نشوف شو هي آخر الأخبار الطبية. نفت دراسة حديثة كبرى صحت النتائج اللي كانت وصلت إليها أبحاث سابقة حول فوائد مصعوبة لمكملات الصويا بمساعدة مرضى الربو على التنفس بسهولة أكبر، وأظهرت الدراسة الجديدة إنه لا فائدة تذكر لهذا العنصر الغذائي بتحسين وظائف الرئة. أشارت دراسة تركية حديثة إلى أن المدخنين والأشخاص اللي تعرضوا للتدخين السلبي بيحتاجوا للتخدير العام والمسكنات أكثر من غيرهم من المدخنين. نصح بعض الباحثين بعد دراسات عدة بتخفيف استهلاك مصادر الكافيين إذ كانت تخطط المرأة للإنجاب، إذ تبين أن هناك ترابط ما بين الكافيين والخصوبة. مشاهدينا برحب فيكم من جديد. كيف بتنتقل الفيروسات؟ شو سبل الوقاية منها؟ وشو هي أشهر الفيروسات والبكتيريا يلي ضربت أجسامنا بالفترة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط؟ أسئلة عديدة ومتنوعة رح نطرحها على الدكتور توني المر، أخصائي أمراض داخلية والتهابات. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. أهلا فيك. دكتور، قبل ما بلش خلينا نتوقف مع تقرير عن موضوعنا لليوم. الميكروبات تعتبر كائنات دقيقة وهي أنواع كثيرة من البكتيريا والفطريات والفيروسات، فالبكتيريا ممكن تكون خطيرة وممكن لا، أما الفيروسات المختلفة بتسبب أكثر من 60 مرض للإنسان والحيوان والنبات، وبتصيب الإنسان منها حوالي 15 مرض خطير. الأمراض اللي قد تسببها الفيروسات وتصيب الإنسان نذكر منها نزلة البرد، الإنفلونزا، الإيبولا، وإنفلونزا الطيور، والسارس. دكتور، موضوع الفيروسات والبكتيريا سبق وانا اشناه بحلقات سابقه مع حضرتك، اليوم رح نحكي اكثر عن الفيروسات والبكتيريا اللي انعرفت بالفتره الاخيره او انشهرت اذا بدنا نقول بمنطقتنا وشكلت نوع من القلق عند الناس. رح نبدا مع بكتيريا الاي اس بي ال او بالاحرى البكتيريا العنيده او المقاومه، شو هي هالبكتيريا وهي عن شو ناتجه؟ اول شيء برحب بالمشاهدين. بهم كثير انه نميز بين الفيروسات وبين البكتيريا، هي شغله كثير مهمه ميزتي بيناتهم، لانه بعد لحد هلا في كثير ناس بتخلط بين الاثنين. صحيح. نحن بنعرف انه الفيروسات ما بتتجاوب على الانتي بايوتيك بينما البكتيريا بتتجاوب على الانتي بايوتيك. هلا البكتيريا يلي هي من عائله الاي اس بي ال، يعني هي البكتيريا اللي بتفرز ماده بتخليها تصير مقاومه لاغلب انواع الانتي بايوتيك، هيدي اليوم صارت اذا بدك اخذ رهجه كثير كبيره بالاوساط الطبيه وحتى خارج المستشفيات للاسف. نعم. هي باختصار بكتيريا عاديه متعارف عليها، موجوده من قبل من زمان، ولكن كان عندها حساسيه معينه على اغلبيه الانتي بايوتكس، ولكن مع مرور الزمن ولاسباب عديده وهلا رح نحكي عنها، هالبكتيريا اكتسبت مناعه او اكتسبت هي يعني صارت مضادة إذا بدك لأغلبية الأنتيبيوتيك، ما بقى عم يشتغلوا عليها إلا عيلة معينة من الأنتيبيوتيك وبتنعطى بواسطة العرق. نعم. هيدي صرنا بنسميها هالعيلة من البكتيريا اللي هي إي إس بي إل. أوكي. فإذا هلا هالبكتيريا هيدي كيف اكتسبت هالمناعة هيدي وليش صارت مضادة لأغلبية الأنتيبيوتيك؟ لعدة أسباب، أول شيء الأسباب الأساسية هي لما نحن بنعطي الأنتيبيوتيك مش بوقته، مش بالدوز اللازمة له. بطريقة غلط يعني. بطريقة غلط. ولا للفترة الكافية لقتل هالبكتيريا قبل ما تكتسب هالمناعة. نعم. لما هالبكتيريا بتنوجد معها الانتيبيوتيك بس ما بيقتلها نهائيا، بالعكس بقويها زيادة، بتصير عندها مناعة ضد هالانتيبيوتيك. يعني كرمال هيك بيقولوا دائما الانتيبيوتيك لازم ناخده مثلا فترة 7 أيام. 100%. في ناس بياخدوه 3 أيام بيصحوا بيقولوا خلص مش ضروري نكمله. 100%، لازم يتاخد بالجرعة المحددة تبعه وللوقت المحدد تبعه. نعم. وحتى لازم ينعطى ب
الانديكيشن المضبوطه تبعه، يعني للسبب المضبوط. يعني اليوم للاسف بعدنا بنشوف فيروسات كثيره عم تتعالج بالانتيبيوتيك، عم يوصفوها ناس غير اخصائيين او حتى صيادله، مع احترامي للكل، او حتى الناس بيوصفوها لبعضهم، بيرجلوا بياخذوا انتيبيوتيك لاي مطلق اي سبب، بياخذوا يوم يومين بس يحسوا حالهم تحسنوا شوي بيوقفوا. بهالطريقه هيدي عم بيكونوا عم بيحولوا هالبكتيريا يلي هي كانت بكتيريا صديقه او بكتيريا كثير حساسه على الانتيبيوتيك لبكتيريا عندها مناعه على الانتيبيوتيك لهالعائله من البكتيريا. وهيدي لما نحن بنحس انه صارت موجوده، وهلا هي صارت موجوده بكثره للاسف بكل العالم، عم تشكل وباء كثير مهم. صحيح. وحتى نحن عندنا بلبنان للاسف صارت موجوده، مش بس داخل المستشفيات وداخل اقسام العنايه الفائقه، صارت موجوده كمان بالمجتمع ككل، صار عم بيجينا عالم من برا حاملين هالبكتيريا معهم. نعم. وبنضطر نحن من شان التهاب بسيط، التهاب بول او التهاب رئوي بسيط، معودين نعالجه برات المستشفى، بنضطر نحط المريض بالمستشفى لنعطيه الانتيبيوتيك بالمصل لفتره 14 يوم او 21 يوم، بما بيتاتى عن ذلك من مشاكل للمريض، كلفة طبابة كتير عالية. نعم. لأنه هذا الأنتيبيوتيك كتير غالي، والقعدة بالمستشفى 14 يوم كمان كتير مكلفة للمجتمع بشكل عام وللمريض بشكل خاص. دكتور خلينا نرجع نذكر المشاهدين وخصوصا كمان اللي انضموا لنا هلا، انه موضوعنا هو الفيروسات والبكتيريا الاكثر خطوره بالشرق الاوسط. مشاهدينا اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار عن هذا الموضوع فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. دكتور، هل البكتيريا بتصيب الامعاء والمجاري البوليه بس او ممكن الاعضاء الاخرى بالجسم؟ هي البكتيريا فيها تصيب مطلق اي عضو بجسم الانسان، وحتى فيها تقعد اذا بدك او تنام بشكل صامت على مختلف اي عضو من اعضاء الجسم، فيها تنام على الجلد بشكل صامت، ولكن تحت تاثيرات معينه فيها تشكل نوع التهاب معين. نعم. يعني فيها تقعد بالبول حتى تكون موجوده بالبول بس بنسبه قليله. نعم. ما بتعمل حراره، ما بتعمل التهاب، ولكن تبقى موجوده. شو عوارضها؟ هيدي بسموها كولونايزيشن، ما بتعطي اي عوارض. ما بتعطي اي عوارض، ما بتبين معنا الا بالزرع. اذا عملنا زرع لهالمنطقه هيدي، نحن كرمال هيك هلا رح تحكيكم عنها مدام سمر بعدين. اكيد. انه طرق من حد طرق الوقايه من هالبكتيريا هيدي، انه نحن بناخذ بقلب المستشفى وحتى المرضى اللي جايين جديد من غير مستشفيات بنعمل لهم زرع دوري للخروج تبعهم، وحتى زرع عن الجلد وعن الايدين لنطمن انه هل الناس هودي او هالاشخاص هودي منهم حاملين هالبكتيريا بشكل صامت. نعم. طيب هالبكتيريا من شو اكتسبت مناعتها؟ هلا حكينا انه هالبكتيريا في عنا كذا نوع بتكتسب فيهم المناعه. إذا كانت شافت قبل الأنتيبيوتيك بس ما تعالجت بطريقة مضبوطة، ما ماتت على الآخر، ولكن اكتسبت هالمناعة لأنه ما تعالجت بطريقة مضبوطة. يعني بصير في تحول جيني بقلب البكتيريا، بفوت جينات جديدة عليها، بتعمل أنزيم معين بصير يقتل هالأنتيبيوتيك لما بفوت عليها. بتصير صارت قادرة تحارب كمان، صارت قادرة تكون تقاوم الأنتيبيوتيك، بطلت تتجاوب وتموت على الأنتيبيوتيك، صار بدها أنتيبيوتيك من عيلة أقوى وكلفته بالنتيجة أكبر بكتير على المريض وعلى المجتمع. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن ثلاث فيروسات معروفة وبتشكل هاجز عند الناس، من أولهم هو H1N1 والكورونا والإيبولا. خلينا نبلش بالH1N1، كيف بينصاب هالشخص بهالفيروس؟ H1N1 هو فيروس بينتمي لعائلة الإنفلونزا، وبالتحديد لعائلة الإنفلونزا A، يعني هي هودي اللي بيجوا بيعطوا الجريب، مرض الجريب. نحن بنعرف انه الجريب المتعارف عليه اللي نحن بنحكي عنه في ناتج عن عدة فيروسات. نعم. فيروسات كتير فيها تكون فيروسات بايخة وسهلة العلاج والأعراض تبعها أوقات بتمرق ما بنحس فيها بالمرة، ولكن مرض الجريب الحقيقي هو ناتج عن فيروسات الإنفلونزا. والإنفلونزا ثلاثة أقسام A و B و C. الإنفلونزا A بهالعائلة هيدي في عنا كذا نوع بقلب الإنفلونزا A، من بيناتهم في نوع الـ H1N1. نعم. هالـ H1N1 هو هالفيروس يلي ما كان متعارف عليه قبل، ولكن بلش يعمل انتشار وبائي من كم سنة. نعم. وخاصة الانتشار الكبير عمله بسنة 2012، عمل انتشار وبائي كتير كبير. نعم. وهالانتشار هيدا في ينتقل لكل العالم، لكل فئات العالم، ببلش الأعراض تبعه بينتقل أكيد بالهواء بالدرجة الأولى، ممكن ينتقل باللمس إذا حدا مصاب صافح شخص آخر مصاب وهالفيروس موجود على إيده، والشخص الآخر حط إيده على تمه أو فرك عينه فيها. نعم. بيقدر يصاب بهالفيروس ذاته. الاعراض تبعه هي مثل اعراض الجريب العادي، ولكن بتجي قويه اكثر، يعني بيعمل حراره بس الحراره بتبقى قويه اجمالا، بيعمل وجع بالجسم، بيعمل سعال حاد، وسرعان ما تتفاقم الحاله وبيعمل نزله صدريه، بيعمل نمونيا، بيعمل احتقان رئوي. هيدي الخطوره تبعه. هلا في كثير ناس بيشفوا منه بشكل سريع ودوري، ولكن في ناس اخرين في فئات عمريه معينه
مثل الأطفال، مثل الناس النساء الحوامل، نعم، والمسنين، واللي عندهم حالات مرضية خاصة مثل اللي بيغسلوا كلي أو عندهم قصور بالقلب أو قصور بالكبد، هؤلاء لازم نحن نوليهم عناية خاصة فيهم، لأنه فيها الفيروس يكون الحالة كتير قوية عندهم فيها توصل لحالة الوفاة. دكتور، خلينا نرجع لموضوع الـ ESBL. كنا عم نحكي كيف بينتقل داخل المستشفيات؟ الـ ESBL بينتقل داخل المستشفيات باللمس، أكثر شيء بحالة اللمس. البكتيريا قليلة تنتقل بالنفس أو بالهواء، تنتقل بحالة اللمس، وهيدا الهاجس نحن تبعنا لما بفوت مريض عندنا شك أو متأكدين إنه عنده حامل بكتيريا الـ ESBL، نحن بنحطه بالعزل، بنعمل له عزل. وهلا مدام سمر رح تحكي لكم عن طرق العزل داخل المستشفيات. يعني بنصير نضطر نعزله من ناحيه اللمس، يعني اذا بدنا نفوت لعنده، كل شخص بده يفوت لعنده بده يكون لابس كل وسائل العزل الممكنه. هلا بتحكي لكم عنها مش بالانظمه الهوائيه، يعني بس من خلال اللمس، من خلال اللمس بالدرجه الاساسيه. نعم، اكيد مش من خلال الانظمه الهوائيه. طيب دكتور، شو طرق العلاج وشو الادويه المستخدمه لمحاربه هالبكتيريا؟ في عنا عائله من الانتيبيوتيك، هي عائلة الإيميبينام، يعني هن هودي الأنتيبيوتيك الوحيدين يلي بيقدروا يسيبوا هالبكتيريا هيدي وبيقضوا عليها. للأسف إذا هالعائلة ما تم استعمالها بشكل مناسب، عندنا خطر إنه وبلشت تصير بالعالم، نحن بعد ما عنا إياها، بلشت تصير إنه في عنا بكتيريا حتى صارت مضادة على هالعائلة بالذات. نعم، وهيدي الخطورة. وبعد ما عنا بشركات التصنيع الأدوية شيء أقوى من هيدي. نعم، يعني في ناس بينصابوا ببكتيريا حتى مضادة على هالعائلة هاي، وهيدي بيكون لا حول ولا قوة. كرمال هيك نحن بنشجع الناس ما يستعملوا انتيبيوتيك على راسهم، ما ياخذوا بدون وصف الطبيب، ويتبعوا تعليمات الطبيب باخذ الانتيبيوتيك. صحيح. خلينا دكتور ناخذ سوا اتصال. محمد من لبنان، الو. ايوه، انقطع الاتصال، مطلب لمحمد يعود الاتصال فينا. دكتور، شو السبل المعتمده من قبل سالنا السؤال، هالبكتيريا شكلت هلع بعدد كبير عند الناس من دول العالم من بين السويد والمملكه المتحده، شو سبل الحد من انتشارها بين الناس وهل علاجها مكلف؟ علاجها كثير مكلف، لانه مثل ما حكينا اول شيء الانتيبيوتيك هو بحد ذاته غالي، بعدين فتره العلاج هي بتكون طويله وبتكون داخل المستشفى وبيتقطع عن هالشيء كله، كلفه عاليه، هي اول شيء. ثاني شيء سبل الوقايه منها مثل ما حكينا هي انه اول شيء نتجنب الحصول عليها. كيف نحن بنحارب انه يصير فيها البكتيريا هيدي؟ اول شيء انه ما ينعطى انتيبيوتيك بطريقه عشوائيه، تتبع التعليمات المضبوطه، ينعطى بالانديكيشن المضبوطه تبعه. ثاني شيء انه لما بيكون موجود عند اشخاص معينين، نعرف انه هالاشخاص هودي نعزلهم عن غيرهم، يعني ما نخليهم يتداخلوا مع غيرهم بشكل بدون ما يكون في انتباه. نعم، يعني مثلا بالبيت داخل المنزل يستعملوا الحمام لوحدهم، يصير في غسيل ايدين كثير بشكل دوري جدا ابدا. حتى بالمستشفى بس يفوتوا ما نخلطهم مع غير مرضى، لانه بصير تنتقل من مريض لمريض. هذا بدي احكيك، خاصه في كثير اشخاص بفوتوا بيعملوا عمليات، هل في خطر انه واحد يصاب؟ اكيد في خطر، في خطر كثير كبير، في خطر كثير كبير. كرمال هيك اذا ما كانت المعايير العامه موجوده ومطبقه 100% بالمستشفيات، بتشكل خطر انه هالبكتيريا تنتقل من مريض لمريض، او تنتقل عبر الطاقم الطبي. نعم، يعني بفوت حكيم بيفحص اول مريض، اذا مش اخذ الوقايه مزبوط بيحمل له هالبكتيريا لمريض تاني هذاك ما كان عنده اياها. للمرضى، الحكيم، الجراح، اوقات الناس اللي عامل النظافه يلي بينظف بالاوض، في عنده ريسك ينقل هالبكتيريا. كرمال هيك بعدين تطهير الاوض من بعد ما يفل المريض، كلها هيدي اشياء ستاندرد نحن بنستعملها من شان نحد من انتشار هالبكتيريا بين المرضى، ونحد من انتشارها كمان بالمجتمع بشكل عام. صحيح، مش بس داخل المستشفى. صحيح، اكيد. دكتور حتبقى معنا اكيد بالفقره الثانيه وحنحكي اكثر عن الفيروسات غير الH1N1. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم اذا عندكم اي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. فاصل ورجعين انتظرونا.
مشاهدينا بدي ارجع اذكركم اذا عندكم اي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. دكتور بالفقره الاولى حكينا شوي عن الفيروسات المعروفه وبتشكل هاجس عند الناس، حكينا بشكل شوي مختصر عن الاتش 1 ان 1. نعم. خلينا نعرف شو الفرق بين هالفيروس والفيروسات الموسميه اللي بتصيب الناس. هو هالفيروس هيدا مثل الفيروسات الموسميه، يعني بيعمل انتشار وبائي من وقت لوقت، ولكن الفرق بينه وبين غيره من فيروسات الانفلونزا او غير فيروسات الانفلونزا هو انه الاعراض تبعه تجي اقوى شوي من غيره. نعم. يعني بدل ما تجي الحراره 38.5 او 39 يمكن تجي 39.5 او 40. صح. بيعمل وجع جسم قوي، سعال حاد، وفتره الشفاء بتبقى اطول. ولكن الاهتمام الخاص يلي نحن لازم نوليه لهالفيروس هيدا لما بيصيب فئات عمريه معينه او حالات مرضيه خاصه. صحيح. يعني لما بيصيب الاطفال ما دون السنتين، او بيصيب المسنين، او بيصيب النساء الحوامل، هون لازم ناخذه بعين الاعتبار. هلا ليه بيشبه غيره من الفيروسات والاعراض تبعه؟ لانه اكبر دليل نحن هلا السنه مثلا اجى كثير حالات H1N1. مزبوط. حتى ما عملنا التيست تبعه، لانه لما نشوف انه هالشخص ما عنده حاله مرضيه خاصه او منا امراه حامل، خلص نعالجه مثله مثل غير الفيروسات. نعم. نعالجه مثله مثل غير الفيروسات ويتم الشفاء ويفل المريض على البيت. لما نحس انه صار عنده مضاعفات زياده، مثلا عمل نزله صدريه ومنا ناتجه عن بكتيريا، لما بنحس انه المراه حامل بنعمل الفحص الخاص فيه. نعم. اللي هو البي سي ار، وبنتاكد انه هذا هو الفيروس H1N1، ساعتها في علاج خاص له بينعطى. نعم. شيء بسموه انتي فايرال. نعم. في دواء اسمه انتي فايرال بينعطى لها المريض هيدا الأوزيلتاميفير، ساعتها هيدا بيكون علاج خاص لهالفيروس لأنه عم يصيب حالات مرضية معينة أو أشخاص حاملين خطر معين ضد هالفيروس. نعم. هيدا خلينا دكتور ناخذ سوا اتصال. سالي من لبنان. ألو. ألو، هاي. أهلا وسهلا فيك سالي، تفضلي. بس بليز بدي أحكي مع الدكتور أسأله سؤال. أكيد عم يسمعك، تفضلي. تفضلي. أوكي، هاي دكتور. هاي. أنا عم بشتغل بلاب وكان في كيس اليوم لحدا معه HIV فطلع التست بوزيتيف. يس. بس هيدا البيشنت كان عنده يعني اكثر من فحص، وانا هيك خايفانه انه يكون عنده شي فحص انا قطعته، وانا عندي جروحه بايدي كان ما بعرف يعني عندي صار سرفاب اذا بدك. اوكي إذا اوكي. بتخيف انه لانه احنا بنعرف انه الاتش اي في بينقل دايركتلي بمجرد ما. صح. يوصل على الدم. صح. ف شو بتنصحني بهالحاله ولا؟ هلا نحن اكيد حضرتك اذا تكنيسيان لابوراتوار وبتشتغلي بلابوراتوار اكيد في ستاندرد معين انت عم تتبعيهم. يعني اذا عندك جروحه بايديك اكيد عم تحطي كفوف، كفوف عم تلبسي كفوف. عم تلبسي جان بايديك. دونك ما فيك تعملي مانيبيوليشن للدم الا ما تكوني لابسه جلوفز بايديك. اذا في جلوفز انت حميتي حالك 100%. اذا ما صار في اختراق للجلد بواسطه الابره يلي شكيتي فيها المريض وشكيتي حالك فيها، ما عندك اي ريسك ابدا. حتى يعني تطمنك اكثر شوي انه الانتقال ما بيصير 100%، يعني الاحتمالات هي بتكون قليله، واحد على 250 اللي بيشكوا حالهم بالابره يلي مصابه بفيروس الاتش اي في بس بينصابوا بهالفيروس هيدا. هلا تتكوني انت اكيد اكثر بدك تعملي التيست تبعك هلا وبترجعي بتعيد التيست بعد 1 مانث. اوكي. اوكي، هيك تكوني اكيد 100%. بس انا حسب ما شفت اذا مش شاكه حالك اصابه مباشره بالابره يعني، واذا لابسه الكفوف ما عندك ولا اي ريسك. دكتور انا حدا كثير بينتبه لهول الامور باللاب، عرفت؟ بس امرات بكون بعد ما شايل حالي جلوبز وبصير في عندنا كيس ارجنت فبدي لا اركض لها يعني، بس بمجرد ما صارت طلع عنده التست بوزيتيف صار ناسي عم يشتغل انه معقول يكون مرقت له فحص سي بي سي مثلا وكان في بالبلاد يعني مثلا في شيء نقطه على التيوب من برا او عرفت انه هيك اجى شيء نقطه. هي الانتقال ما بيصير بهالسهوله هيدي، اذا ما صار في انترودكشن للدم لجوا لعندك، اذا عندك يعني الجروحه اللي بصبيعك ختمين ختموا مزبوط ما في اي مشكله سالي. يعني هو بده يصير في انتقال، بده يصير في ادخال للكرويات الحمراء داخل او للكرويات البيضاء، بده يصير في انتقال واحتقان داخل الجلد، بدها تخترق الجلد عندك. يعني اذا الجرح بايدك خاتم يعني انت ما بصير في انتقال للدم. صحيح. مش مفروض اصبع اجلك اصبع ايدك يكون الجرح مفتوح تبعه يعني عم ينزل دم كان من اصبعك انت؟ انا اصبع يعني هو جرح بدك تطلع فيك يعني تطلع فيه منيح حتى تلاقيه مثل مشقق اكثر مما هو جرح ما بيخوف. هيدا ما الانتقال تقريبا زيرو، نسبه الانتقال 0%، ما تخافي. على سلامه يا ساري، ان شاء الله اكيد ما بيكون في شيء بس احتياط اكثر. فيك تعمل التست هلا وتعيدي بعد شهر.
هلا هو بكل الاحوال، بس انا لانه جايه هيك موتره شوي حزيت من هالموضوع، بفهمك بفهم قلقك، بفهم قلقك. كانت تصير معنا ايام لما كنا عم نعمل صحيح. استاج بالمستشفيات بالاول كنا نخاف كثير. مزبوط، نتشكر اتصالك سالي، وان شاء الله اكيد نحن نتمنى انه ما يكون اي في خطر عليك بهذا الموضوع. دكتور سالي تشتغل بالمختبر وهذا صح. شغل كثير دقيق، يعني مثل ما قلت واحد لازم يكون لابس كفوف أكيد. ومنتبه على كل تفصيل، لانه بيتعرضوا كثير مثل ما قالت انه تيوب ممكن يكون مطلع مهنة دم. مهنه مهنه فيها خطر اكيد. صحيح دكتور، حنتوقف انا وياك مع فيديو هيثم المصري الزميل، سالنا فيه الناس اي اكثر الفيروس اللي بيشكل خطر بمنطقتنا، خلينا نشوف سوا شو راي الناس. اي نوع من الفيروسات بيشكل خطر على منطقه الشرق الاوسط؟ هي في عده فيروسات، من الايدز مثلا، الانفلونزا بموسمه، اوكي، هيدا فيروس مبدئيا مميت. فيروس سي الجريب، اكثر شيء الجريب، هيدا كثير هيدا بيعدي وشكل رهيب عم بيجي. والايدز تلوث سلبيه، هو اكثر شيء هو بي على كل بلدان العالم مش بس بالشرق الاوسط. اتش اي في وانفلونزا، بدي اقول كنت انفلونزا اكيد. ايه، عم نسمع امراض هلا جديده، هلا في كمان فيروسات جديده هذه مخطره كثير كمان، هذا المفروض اعرفه يعني. كل انواع الفيروس خطر. مثل الانفلونزا اللي هي ايبولا. ايبولا بالشرق الاوسط، هلا بعرف ايبولا بافريقيا مش هون عنا، واكيد مش انفلونزا لانه بطل عنا، كان عنا من قبل بس هلا وقت خلص تموتوا يعني هيك شيء، فما بعرف هلا اي ديزيز، ما عندي فكره. اكيد هو الجريب، وفي فيروسات كثير بس تفوت على الجسم هي كمان في منها بتاذي اكثر من الجريب. انفلونزا، طيور، طيور، البقر، بس البقر والله ما بعرف، الحمد لله نحن بخير وعافية. اخي والله انا بالطب القريب. طيب هاي القريب. دكتور، من بعد ما شفنا انا وياك الفيديو وراي الناس، هل برايك عندهم الوعي الكافي والمعلومات؟ نحن بلبنان بالاجمال كثير الناس بيتاثروا بالاعلام. صحيح، بالاعلام الطبي، وللاسف الاعلام الطبي انا رح اقول على الهوا معلش، منه اخذ حقه بلبنان ابدا، يعني الناس بيسمعوا كلمه وبيمشوا فيها، يعني هن عم بيقولوا انه اخطر الفيروسات بالشرق الاوسط هو فيروس الجريب او فيروس الانفلونزا، هي هيدي اقل الفيروسات اذا بدك خطوره، اقل الفيروسات خطوره، هيدي بينصابوا فيها مئات وعشرات الوف الناس سنويا وكذا مره بالسنه، والكلهم اغلبيتهم بيصحوا قليل، يعني نحن عندنا ما سجل السنه ولا حاله وفاه، قليل يمكن حاله او اثنين، هودي يمكن ما تم تشخيصهم باكرا وما تم علاجهم بالطريقه المضبوطه، حاله او حالتين وفاه على يمكن مليون شخص اصيب بفيروس الانفلونزا، هذا منه الفيروس الاخطر بس، ولكن بيسمعوه على الاعلام شوي، بكبرها بضخمها الاعلام. دكتور، لانه بيعتمد اكثر شيء كمان على مواقع التواصل ان كان فيسبوك ولا تويتر، مش على اراء الدكاتره. 100%، ونحن موجودين هون لنوصل لهم المعلومات الصحيحه والمفيده اللي لازم ان شاء الله خير توصل لهم. صح دكتور، خلينا ننتقل نجي على الفيروسات الثانيه، ومنها الكورونا، شو هو هالفيروس وشو هي عوارضه؟ فيروس الكورونا هو بينتمي لعائله من الفيروسات يلي هي كمان معروفه كانت ومتداوله قبل، كثير موجوده من سنه يمكن 76 موجوده، ولكن حاليا حديثا يعني بابريل 2012 نعم 2012 وبعدين بايار 2013 صحيح. صار في انتشار وبائي له بمنطقه الشرق الاوسط. مزبوط، بمنطقه الشرق الاوسط، يعني لما هالفيروس هذا خاصه بمنطقه ببلاد السعوديه بلش هونيك، وتم تحديد وجوده عند الجمل، اعتبروا انه هل الفيروس هيدا طرأت عليه تغييرات جينيه معينه خلته ينتقل من الجمل او من الحيوان للانسان، وبعد لهلا اذا بدك ما تم تحديد مزبوط طريقه انتقاله، كيف عم ينتقل، باي طريقه، واذا عم يصير في انتقال مباشر من انسان لانسان. مع انه سجلت حالات باوروبا، بالمانيا، بفرنسا، بانجلترا،
بدون ما يكون في لا جمل هنيك ولا اي حيوان ثاني، ولكن كان في اشخاص مصابين جايين من بلاد عربيه. صحيح. يعني من السعوديه، من الامارات، من تونس وما الى هنالك، من البحرين، من قطر. نعم. هالحالات هيدا، هيدا هو فيروس الكورونا. هلا فيروس الكورونا مثل ما حكينا يعني الكورونا فيروس غير هيدا السوش او هيدا التايب يلي بلش الانتشار الوبائي تبعه بابريل، هو موجود من قبل وبيعطي عوارض الجريب العاديه وما بيخوف ابدا وبيصح لوحده. نعم. ولكن هالنوع هيدا من السوش هيدا هالتيب هيدي يلي بينت بال 2012 كان عندها شوي اذا بدك رزاله اكثر من غيرها، لانه بتعمل نزله صدريه قويه، احتقان رئوي قوي مع حراره مرتفعه، وبتؤدي الى ضيق بالنفس كثير قوي، وممكن توصل المريض الى العنايه الفائقه وحتى الى الوفاه. هذا اللي بدي اسالك اياه، هل هو هالفيروس بعده مميت او صار فينا نعالجه؟ ايه هلا صار في طرق كثير وقايه وعلاج له. يعني اول شيء بعد ما عندنا فاكسين له، بعد ما عندنا طعم مطعوم له، ولكن صار فينا نتوقع منه، صرنا نعرف طريقه انتشاره كيف، صرنا فينا نتوقع منه، بعدين لما يصاب المريض فيه ونشك انه موجود هذا الفيروس عنده، يعني عم يعمل نوع من الجريب كثير قوي غير اعتيادي، نحن كيف بنشك فيهم هول الفيروسات؟ لما بنحس المريض والمرض تبعه عم يتطور بطريقه غير طبيعيه وغير نعم. اعتياديه، يعني بنحس الحراره ما عم تنزل بالهين، بنحس المريض فجاه تحول لسعال حاد، لضيق بالنفس، بتوطى نسبة الأكسجين بالجسم، بصير في عنا تحولات على الصورة الشعاعية تبع الرئة، نعرف إنه هالفيروس المصاب فيه المريض هو فيروس منه طبيعي ومنه صحيح. اعتيادي، منه فيروس الجريب الاعتيادي. كرمال هيك بناخذ احتياطات دغري، بتم علاج الأعراض اللي عنده، بتم عزله أكيد، بتم علاج الأعراض بشكل سريع وإنعاشه بقسم العناية الفائقة. نسبة الوفاة منه إذا ما تم إنعاشه مضبوط وإذا نزل على العناية الفائقة وصار في عنا احتقان رئوي هي عالية، بعد 30 ل 50% بيموتوا. نعم. ولكن مع العلاج ومع العلاج المبكر خاصة عم يتم شفاء هالحالات. نعم. دكتور مثل ما بنعرف انه فيروس الكورونا شكل حالة هلع بسنة 2013 وكمان صاروا يعملوا فحوصات بالمطارات، وبوقتها رفعت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب ودعت كمان للحذر الشديد من العدوى التنفسية الخطيرة اللي ممكن يسببها هالفيروس. هيك فيروسات بيتم السيطرة عليها مثل ما قلنا صح، ومحاربتها وعدم انتشارها بين الدول العربية. هيدا الفيروسات اذا لاحظت هلا ما عم نسمع عنه بقى كثير، لانه هو بيجي بشكل انتشار وبائي محدود. صحيح. موسمي محدود بالزمن، زمنيا محدود. يعني نحن هلا يخف الانتشار الوبائي تبعه وخفت الابيديميه، ليش؟ لانه اول شيء ليش بالاول عمل هالضجه الكبيره؟ لانه ما كانوا عارفينه، يعني صار في انتشار، صار في كذا حاله بالسعوديه بشكل سريع، ما كانوا عارفينه، ما كانوا مشخصينه مضبوط. لما تحدد وصار في فحص خاص له وصاروا عم ينتبهوا له، انحصر دغري. واذا بتلاحظي انه صار في انحسار لهالانتشار الوبائي، هلا ما بقى عم يشكل مشكله كبيره بالنسبه لنا، ولكن اكيد الاحتياط واجب. يعني الناس اللي عندها حراره مرتفعه لازم تنتبه، ينتبهوا لها على المطار. نعم. ينعمل الفحوصات اللازمه، نتاكد ما تكون حامله هالفيروس هيدا قبل ما تفوت على البلد الفايت عليه وتختلط بالسكان تبعه. صحيح. دغري تنتقل من المطار بوسائل نقل خاصه طبيه لغرف العزل بالمستشفيات. صحيح. خلينا ننتقل للفيروس الثالث يلي هو الايبولا. بعام 2014 هالفيروس صاب دول غرب افريقيا وخاصه سيراليون وليبيريا. شو هو هالفيروس وشو بيصير؟ فيروس الايبولا هو اخطر شوي من فيروس الانفلونزا اذا بديك، واخطر من فيروس الكورونا. نعم. ليه؟ لانه فيروس الايبولا كمان فيروس موجود من قبل، ولكن هلا صار في تحول اذا بدك لهالنوع من الفيروس، تحول جيني صار عم بيخوله الانتشار او الانتقال من الحيوان. هو اكثر شيء بقى موجود عند الحيوان، عند الوطواط او عند الخنزير، بصير في انتقال من هالحيوان للانسان. اوكي. هيدا الفيروس لانه ما بيصيب بس الجسم بشكل عام، كمان في يعمل نوع من الحراره الناسفه، يعني هيموراجيك فيفر، يعني الناس بيعملوا حراره كثير مرتفعه، يعملوا وجع راس قوي. نعم. يعملوا وجع جسم قوي، وسرعان ما تتحول لتبين عندنا عوارض اعراض بالجهاز الهضمي. نعم. يعني تقيؤ، وجع بالبطن، اسهال، وثالث يوم او رابع يوم بصير في ممكن يكون عندنا حاله نزف. هالنزف بصير بالجلد، بصير ينزف من الجلد، بينزف من الفم، بينزف بالجهاز الهضمي او بالبول. نعم. في اشخاص كثير الدكتور كمان اللبنانيه تركوا اشغالهم يمكن من افريقيا خوفا. مزبوط. من هالمرض. هي بلشت اذا بدك الموجه تبعه الانتشار الوبائي تبعه بمنطقه السودان وكونغو زائير يعني. نعم. وليبيريا وسيراليون ونيجيريا، هونيك صارت اذا بدك كمان. وكينيا هونيك صار اذا بدك الانتشار الوبائي المضبوط، وصاروا هالناس يلي بيطلع من هونيك بيلقط هالفيروس. نعم. هذا هلا هيدا الفيروس بينتقل بواسطه اللمس،
اكثر ما هو بينتقل بالهواء بينتقل بواسطه اللمس. كرمال هيك يعني الوقايه منه اسهل شوي، انه اذا نحن ما بنروح على هالمستشفيات ما بنزور الناس يلي مصابين بهالفيروس، ما بندق فيهم وبنستعمل غسل الايدي مزبوط، نقدر نتجنب انه نلقط هالفيروس. والبرهان انه مع كل هالضجه اللي عملها الاشخاص يلي اصيبوا فيه عددهم كثير محدود، ما عمل انتشار مثلا 100,000 او 200,000 مثل الاتش 1N1. نعم. ضلهم عدد على صعيد المئات. نعم. طيب دكتور شو هي سبل العلاج وقد ايه نسبه النجاح؟ ما في علاج خاص فيه هو بحد ذاته، ولكن في علاج للاعراض تبعه. نعم. ولكن نحن بنعرف انه وقت هالفيروس هذا بيوصل لمرحله النزف، يعني بينزف المريض، نسبه الوفاه فيها تكون بين 50 ل 90%، وهيدي شغله كثير كبيره. يعني لما اذا قدرنا نحن جنبنا حاله النزف، ما وصل لحاله النزف، ضل عندنا بس حاله حراره وحاله تقيؤ والم بالبطن، اكيد نسبه الشفاء بتكون اعلى. هون لازم المريض ناخذ كل وسائل الحيطه عنده بحتيات. اول شيء منشان ما يعدي غيره، ثاني شيء نعمل له انعاش له، يعني نعطيه كميات مي كافيه، نخفض الحراره، اذا عنده حاله سيلان نعطيه ادويه مضاده للسيلان منشان ما يتاثروا كل اعضاء جسمه، لانه بالاخر اذا بده يموت بده يموت بحاله قصور عام باعضاء الجسم، بصير في قصور بالكلى، قصور بالكبد، وقصور بالنفس. هيدا هالحاله القصور العام بالجسم بتؤدي الى وفاه المريض. طيب دكتور، هل العالم العربي مجهز لاي مريض مصاب بالايبولا؟ بالاجمال ايه، بالاجمال ايه، صاروا اغلبيه البلدان العربيه مجهزين، ونحن لبنان كمان مجهز. نعم. اذا عندنا حالات من هالنوع هيدا اكيد في عندنا مراكز طبيه متخصصه متجهزه انه تعالج هالمرضى. نعم دكتور، حنتابع معك اكيد باقي معنا، بس لكن بعد الفاصل. ومشاهدينا برجع اذكركم اذا عندكم اي سؤال عن موضوعنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. فاصل ورجعنا. لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا بدي ارجع اذكركم موضوعنا اليوم عن الفيروسات او البكتيريا الاكثر انتشارا بالشرق الاوسط. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار عن هذا الموضوع فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. بالعوده معك دكتور توني المر، رح تحكي عن الملاريا وهي بكتيريا بتصيب الانسان وبتنتقل من خلال البعوض او البرغش. شو هو هالمرض؟ الملاريا هي بارازيت، أو فات يعني لا بكتيريا ولا فيروس، هي بارازيت إذا بدك. هيدا البارازيت موجود إجمالا ببلاد أفريقيا وبلاد أمريكا. طريقة انتشاره للإنسان مجبورة تمرق بواسطة هالبعوض الخاص فيه اللي اسمه أنوفال، وهو برغشة إذا بدك أنثى منا رجل. نعم. بدها تكون البرغشة أنثى، بتروح هالبرغشة هيدي بتعقص الشخص المريض بالملاريا، بتاخذ من عنده شوية دم، بقلب الدم بيكون في الجزيئات تبع الملاريا. نعم. بيمرقوا بالجهاز الهضمي تبع هالبرغشه هيدي، بيكملوا السايكل تبعهم، بيكملوا النمو تبعهم، بترجع هالبرغشه بتروح بتقص انسان غير مصاب وبتحمل له هالبارازيت هيدا تبع الملاريا للانسان الغير مصاب. نعم. هيدا ولا شو هي عوارضه او شو بدنا نقول شو هي الوقايه منه، خاصه انه هالمرض بشكل هاجز كبير عند المغتربين اللي بيقفيه. هون في كثير ناس بعد ما بيعرفوا انه كيف ينتقل مضبوط هالمرض، يعني بسمك واحد مصاب بالملاريا بيخافوا يقربوا عليه او بيخافوا ينصابوا منه، هن ما راح ينصابوا منه اذا هالبرغشه الخاصه يلي هي منها موجوده بلبنان ما اجت عقصته وعقصتهم. يعني ما في انتقال، مش مثل الفيروس والبكتيريا اذا نحن لمسنا هالمريض او اذا تنشأنا نفس الهواء اللي عم يتنشأه او اذا سعل بوجنا، يعني رح ينقلنا مرض الملاريا. يعني هذا المرض ما بينتقل من انسان لانسان الا آخر. عبر البرغشه، بينتقل من انسان صحيح. لانسان بس عبر البرغشه، يعني هاي البرغشه الخاصه أكيد. يلي منها موجوده بلبنان، ما في منها بلبنان لحسن الحظ، ما هي موجوده بس بافريقيا. بكل الدول العربيه ما في منها، بس بافريقيا. ببعض الدول العربيه بنلاقي منها، يعني افريقيا الشماليه. نعم. يعني ممكن تونس وجزائر شوي في مناطق ممكن تكون موجوده فيها، بس بالشرق الاوسط نحن ما عندنا اياها. وهيدي البكتيريا هي البرغشه هيدي بدها تروح تعقص الانسان المصاب وتجي ترجع هالبارازيت بده يكمل السايكل تبعه بقلب جهاز الهضم تبع البرغشه وتجي تعقص الانسان الغير مصاب منشان تنقل له هالمرض هيدا. نعم. فاذا هيدا اللي بيختلف بين هالمرض الملاريا وبقيه الامراض اللي حكينا عنها، فيروسات وبكتيريا اللي بتنتقل بالهواء او باللمس. وبيعمل حراره عاليه صحيح؟ هو من احد اعراضه ومعروف ومشهور فيها هي الحراره العاليه، الرجفه القويه
دوار البرد يلي هي قوية، وإلى ما هنالك بيأثر كثير على الدم. نعم. لأنه هي هيدي البارازيت بس تفوت على جسم الإنسان بتعيش بقلب الكرويات الحمراء. نعم. تتكاثر بقلب الكرويات الحمراء وبتفقع الكرويات الحمراء، بصير عندنا نوع من التكثر بالكرويات الحمر، وحتى بتروح بتنام بقلب الخلايا تبع الكبد. نعم. اسمها بلاسموديوم هي هيدي البارازيت، في منها أربع أنواع. في ثلاث انواع ما بينتقلوا على الدماغ، في النوع الرابع يلي هو بلاسموديوم فالسيبارم هو اخطر واحد، لانه هذا في عنده احتمال ينتقل على الجهاز العصبي ويصيب الجهاز العصبي. يعني هل يعد هو مرض مميت او في هلا بالعصر الحالي متطور؟ بالعصر الحالي نسبه الوفاه منه كثير كثير قليله، لانه صار في علاجات كثير متطوره له. نحن بيجينا كثير حالات مصابين بالملاريا، بس الاصابه بتتم بافريقيا ببلد الاغتراب، ما بتتم بلبنان، ولكن هن بيكونوا من اللبنانيين المغتربين وبنعالج منهم عشرات المرضى خلال السنه. بس يجوا بموسم الاصطياف او بموسم اللي يشقوا على اهلهم هون بيبقوا جايبين المرض معهم من هونيك. طيب شو العلاج؟ خلينا نرجع. العلاجات في علاجات متطوره جدا، في علاجات تعطى بالحقن مثل الكينيماكس والى ما هنالك، وفي علاجات تنعطى حبوب حتى، وفي علاجات وقائيه. يعني اذا شخص بلبنان بده يسافر على بلد معروف انه في هالبرغشة هيدي وفي هالوباء المرضي اللي هو الملاريا، نحن بنعطيه علاج وقائي، وحسب البلد اللي رايح عليه بيختلف نوع العلاج اللي بنعطيه. لانه نحن بنعرف في بلدان فيها هالبارازيت تتجاوب على بعض انواع الادويه، في بلدان بتبقى نسبه المقاومه تبعها اقوى، بنعطيه علاج اقوى ليحمي حاله هو رايح لهونيك. والوقايه اكثر شيء بتصير لما بنقول له بتروح على هالبلد هيدا، اضافه الى الدواء اللي عم تاخده بدك تتوقع انه تعقصك البرغشه. يعني بنعطيه دواء بيدهن جسمه فيه. نعم. بيطرد البرغش. ريبلنت بنسميه، سبراي برشه على جسمه ريبلنت، بعدين بينام تحت الناموسيه. بنجرب حط ناموسيه ما تخلي البرغشه تعقصك، لانه اذا ما عقصته البرغشه ما بينتقل عليه الدواء. ان شاء الله بده يكون في 10 مصابين حوالي بالبيت ما بينتقل عليه المرض. ودواء كيف بياخده؟ يومي هو؟ الدواء هو تبع الوقايه، في منه يومي بينعطى، في منه اسبوعي. ولا الدواء اللي بنصاب بال لما بينصاب فيه، في منه بالحقن بالمصل. نعم. يعني معطيه، وفي منه حبوب. قد ايه الفتره بتكون؟ حسب نوع الاصابه، اذا عندنا اصابه عاديه يعني ما انتقلت على الجهاز العصبي او ما عملت اشتراكات او مضاعفات بالدم او بالكبد، بتكون فتره العلاج 7 ايام. نعم. 7 ل 10 ايام ماكسيموم. اذا كان عندنا حالات عصبيه انتقلت للجهاز العصبي يلي هو النوع الرابع يلي هو البلاسموديوم فالسيبارم. نعم. ساعتها العلاج بيكون فترته اطول. طيب انت قلت الشخص المصاب بالملاريا بيكون عنده حراره عاليه، ايمتى لازم الشخص يخاف لما يكون عنده حراره؟ هيدا سؤال كثير مهم عم تساليني اياه هلا نيلين، لانه نحن هذا المساج، هي الرساله اللي بحب اوصلها للمشاهدين الكرام، انه نحن لما بيكون عندنا حراره مرتفعه. نعم. ايمتى نحن لازم ينشغل بالنا؟ صحيح. وكيف لازم نتصرف؟ هون بشدد على كل المشاهدين انه يكون عندهم على طول اتصال بطبيب، يعني يكون عندهم امكانيه الاتصال بطبيب. نعم. ان طبيب عائله او طبيب صحه عامه او حتى طبيب اخصائي، يكونوا هن عندهم سهوله الاتصال فيه، لانه هو الطبيب بيقدر بس يكون عندهم حراره مرتفعه ويتصلوا فيه على الهاتف، هو بيقدر يعرف اذا هالحراره هيدي مع الاعراض يلي بترافقها هي بحاجه انه نحن نعالجها بالبيت بدون ما نعمل فحوصات مخبريه، او بحاجه نعطيها انتيبيوتيك ايه ولا لا، او بحاجه انه يتوجهوا على اقرب مستشفى. طوارئ او على مستشفى او على عياده الطبيب. نعم. اللي بشدد عليه انه ما لازم نحن ناخذ القرار بنفسنا، يعني ما لازم نحن نتوجه. نعم. للجاره او للجار او للصيدلي او ناخذ حيلا اي مضاد حيوي او اي انتيبيوتيك او اي ادويه بتسكن الحراره، ويمكن نحن يكون عندنا هالحراره دليل لالتهاب حاد او شيء فينا نشفى منه بالاول. نعم. في ناس بيجوا لعنا بعد 10 5 ايام او 10 ايام بتكون هالحراره تملكت فيهم، بتكون سقطت على مطارح، عملت مضاعفات معينه، بصير شفائها اصعب بكثير، بوقت اللي انه اذا كمشناها بالاول بتكون حاله هينه. يعني استخدام اي دواء ممكن يعمل مضاعفات ثانيه؟ اكيد اكيد. ونحن هون عم نحكي على حراره مدتها قد ايه؟ يعني قد ايه بدها تكون حراره عاليه وقد ايه بدها تستمر؟ يعني كل حراره فوق 38.5 هي حراره تعتبر حراره مرضيه. نعم. فوق 38.5 عم يعمل حراره لاكثر من 48 ساعه، هيدا صارت حراره مرضيه، يعني في عندنا حاله التهابيه بجسمه. هالحاله الالتهابيه فيها تكون ناتجه عن فيروس، عن بكتيريا، عن بارازيت، كما وانه فيها تكون ناتجه عن حالات التهابيه غير جرثوميه. تصور لحد وين. صحيح. شو بيعمل المريض بلبنان خاصه بلبنان؟ معود يروح يشتري انتيبيوتيك من وين ما كان، او عنده علبه انتيبيوتيك يعني. فيها 4 5 حبات ببلش ياخذهم من اول نهار عمل فيها حراره. هيدا غلط، لانه بفكر انه اذا في حراره يعني هذا مش فيروس، هيدي بكتيريا.
هيدا مش مزبوط. الفيروسات بتعطي حرارة، والبكتيريا بتعطي حرارة، والبارازيت بيعطي حرارة، الروماتيزم بيعطي حرارة، ومطلق أي شغلة ضربة الشمس فيها تعطي حرارة. فإذا أفضل شيء نستشير طبيبنا ولو على التليفون، هو بيحدد إذا هالحرارة هيدي مع الأعراض يلي بتترافق معها هي حرارة مرضية أو فينا نطول بالنا عليها إيه ولا لا. صحيح. طيب دكتور خلينا ننتقل شوي ونحكي عن السل. شو هو مرض السل؟ مرض السل هو ناتج عن بكتيريا معروف من 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 زمان كثير، معروف من زمان كثير. لسوء الحظ انه كنا نحن بلبنان تقريبا الى غايه من 5 سنين يمكن ما عدنا عم نسمع عنه. صحيح. الا كثير كثير قليل بالمناطق النائيه. ليه؟ لانه العلاج تبعه صار متطور كثير، الفحوصات المخبريه تبعه متطوره كثير وما عم نلاقيه. يعني هلا بهالفتره الاخيره يمكن مع وجود العمال الاجانب يلي عم يجوا كثير لعنا ومع وجود النزوح السوري عم نرجع للاسف نشوف حالات سل جديده. ومش بس عم نشوف حالات سل عاديه، عم نشوف حالات سل غير اعتياديه. يعني نحن بنعرف السل هو اهم شيء، اكثر شيء بصيب الرئتين هو السل الرئوي. هلا صرنا عم نشوف حالات سل خارج الرئه، ان كان بالجهاز الهضمي، ان كان بالعظم، وان كان بالجهاز البولي. فاذا عم نشوف حالات سل غير اعتيادية منه سل رئوي، كما وانه عم نشوف حالات سل مضادة على ادوية السل الاعتيادية. يعني عم نشوفها بالبلدان مثل لبنان والدول العربية اللي بيكون فيها نزوح؟ مزبوط، كل البلدان اللي فيها النزوح. ليش؟ لانه مع بحالات الحرب اجمالا، وبس يصير في عنا هيك نزوح بشكل كبير بتخف معايير الوقاية. يعني بكفي مريض واحد يكون مصاب بالسل ويقعد بمخيم معين او بملجا معين مع عشرات الناس ويسعى لسعله وحده الكل يلقطوا هالمرض. نعم. صارت انتشاره كثير سريع. صحيح. وهلا بالدول العربيه كمان دكتور وزاره الصحه عم تعطي اللقاحات كمان للوقايه من 100% من هالمرض. نحن كنا وصلنا لمرحله حتى ما عم نعطي بقى اللقاح تبع السل، بينعمل التست تبع السل بس ما عم ينعطى اللقاح لانه اعتبرنا انه بطل موجود هالمرض. بطل موجود، رجع هلا عم ينتشر. بطل موجود، هلا عم يرجع ينتشر بشكل كثير كثير قوي. طيب شو هي عوارضه؟ الاعراض تبعه حسب اي منطقه بيصيبها. اجمالا بيعطي اعراض عامه مثل الحراره، تعرق بالليل، التعب، قله القابليه والضعف، بصير يضعف المريض. نعم. بتخف قابليته، بصير يتعرق بالليل، يعمل عرق وحراره ووجع بالجسم. هلا اذا كان اصاب الرئتين بيعطي سعال وفي يعطي دم بالبلغم. صحيح. سعال مع تف بالبلغم مع دم. اذا اصاب غير مناطق حسب المنطقه اللي بيصيبها، اذا اصاب الجهاز الهضمي بيعمل اسهال وتقيؤ، اذا اصاب العظم بيعمل وجع، بيعمل حرارة وبيعمل تعرق بالليل. فإذا حسب المنطقة أو العضو بالجسم يلي بيصيبه بيعمل الأعراض تبعا للمنطقة يلي. نعم. مصاب. طب شو سبب العلاج هلأ المتوفر حاليا؟ العلاج في علاج كتير واضح للسل. يعني علاج السل هو علاج مختلف نهائيا عن علاجات البكتيريا البقية. نعم. وعن علاجات الفيروسات وعلاجات البارازيت. في علاج هيدا وبتوفر وزارة الصحة مجانا لكل المرضى. بيكفي أنه نقدم له الفحص تبع السل يكون بوزيتيف او زرع الانسجه يطلع بوزيتيف حتى تامن لك وزاره الصحه العلاج تبع السل. هالعلاج تبعه هو طويل. نعم. العلاج بين الاربع اشهر للست اشهر او للتسعة اشهر حسب المنطقه يلي مصابه. اذا عندنا سل رئوي بس، اذا عندنا سل بخارج الرئه، اذا عندنا سل بالعظم يمكن نروح العلاج لسنه او سنتين، او اذا عندنا سل بالجهاز العصبي. نعم. فاذا علاجه كثير معروف. هلا اكثر واكثر عم ننتبه لحساسيه هالبكتيريا تبع السل على الانتيبيوتيك تبعها. يعني صار في عنا مثل ما قلت لك انه ببدايه حديثنا في عنا بكتيريا عم بتكون مضاده شوي لعلاج السل الروتيني الكلاسيكي، كرمال هيك في عنا علاج مرحله ثانيه اذا بدك، بس نحس انه عندها مقاومه للعلاج المرحله الاولى بنعطيها العلاج البكتيريا المرحله الثانيه تبع السل. نعم. بس لحد هلا ما عم تشكل مشكله كبيره اذا بدك. الحمد لله. طيب دكتور شو هو السل النايم؟ السل النايم هو لما بيكون الناس مصابين بالسل قديما او حاملين البكتيريا تبع السل قاعده بدرنه معينه بالروايه بس ما عم تتحرك وما عم تتحرك، بعدين مع الوقت تبعا لحالات مرضيه معينه لضعف معين بالمناعه بتوعى. اذا مريض بياخذ كورتيزون مثلا فتره طويله، اذا بيصير بغسل كلى، اذا بيصير عنده قصور بالكبد، اذا بيصير في عندنا اي حاله مرضيه معينه بتضعف مناعه الجسم بتوعى بكتيريا السل. بتوعى بكتيريا السل بس بيكون لقطها من زمان. نعم. طيب دكتور وصلنا عدد كبير من الاسئله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حنحاول نجاوب عنها. اول سؤال، شو هي الفيروسات اللي بتنتقل من خلال الارجيله؟ الارجيله هي مشكله كثير كثير كبيره. صحيح. اضافه الى الامراض اذا بدك، الامراض والمواد السامه يلي هن 4000 ماده سامه موجوده بقلب الارجيله والسيجاره، وفي ما بيناتهم 50 ماده مسرطنه. صحيح. يعني ما بنعرف اي ساعه هالمواد هيدي تلطش الخلية الطبيعية وبتحولها لخلية سرطانية. إضافة إلى هالمشكلة هاي هي الأرجيلة بالنتيجة وسيلة انتقال
لكل أغلبية الفيروسات والبكتيريا اللي موجودة بالفم وبالقصبة الهوائية وبالرئتين عند الناس، خاصة نحن لما نلقط الأرجيلة حتى لو عم نستعمل نغير الراس تبعها المبسم تبعها من إيد لإيد، يمكن من إيد لإيد، وحتى الفيروسات تبقى موجودة بقلب التوب تبعها، يعني بقلب النبريش تبع الأرجيلة. وهون كتير عم نشوف حالات مرضية من وراء الأرجيلة، انتقال للفيروسات، انتقال للبكتيريا، إضافة إلى أمراض السرطان اللي بتسببها بشكل مباشر. طب فيها تنقل كمان حتى الإنفلونزا العادية؟ أكيد فيها تنقل، أكيد الإنفلونزا هي فيروس بينتقل بسرعة كتير بواسطة النفس. نعم. طيب دكتور، السؤال الثاني، انه هل قلت النظافة بتسبب بنقل الفيروسات والبكتيريا؟ اكيد هذا السبب الاساسي، ونحن كرمال هيك بنشدد ورح نشدد مع مدام سمر على غسيل الايدين، على النظافة الجسدية الخاصة الشخصية، وعلى نظافة المنزل، على نظافة الاغراض، على نظافة الاكل، الصحون، كل هيدي هي اكيد وسائل انتشار كتير سريعة. نعم. طيب هل اللقاحات او الطعم اللي بنعطيه للاولاد ممكن يحمينا من الفيروسات حتى للكبار كمان؟ اكيد يعني. في كثير فيروسات صار عندها لقاحات خاصه فيها، مثل فيروس الشيشه والجدرة المي وكل ما هنالك، كما وانه في مطعوم لقاح بنعطيه نحن بالخريف منشان الفيروسات الجريب، فيروسات الانفلونزا وهالقصص هودي. هذا الفيروس بيحمي، هذا اللقاح بيحمي حتى بس للكبار. ما بيحمي 70%، ما بيحمي الا 70-80%، ما بيحمي 100% لانه ما بيغطي كل انواع الفيروسات. انا بسمع او بيقولوا بخفف يمكن من ما بيخفف، بس بيحمي 70% اذا بدك من ضد انواع الفيروسات، بس بضل في عندنا نسبه 30% ما بيقدروا يحطوا لها الانتيكور تبعها او هالمضادات تبعها بقلب هالفاكسين هذا. اوكي صحيح. دكتور توني، شو نصيحتك الاخيره للمشاهدين؟ نصيحتي الاخيره انه نحن ما نتهمل بصحتنا. نحن ما نتهمل بصحتنا، اليوم في ناس درسوا، في ناس تخصصوا اسمهم اطباء. هول الاطباء لازم يكون عندنا علاقه وثيقه معهم، ويكون عندنا اذا بدك اتصال مباشر وسهوله اتصال معهم. في كثير اطباء بتاخذ وبتعطي، وهي بتحدد خطوره الموقف، خطوره المرض، خطوره الحراره، خطوره الوجع، اذا بين عندنا اي عارض معين او اي اعراض مرضيه معينه، دغري بنستشير الطبيب. ما نستلجئ بصحتنا، ما نلجا لاي طريقه عشوائيه للعلاج. صحيح. انه عندنا علبة دواء بالخزانة هات لنقوم ناخذها، ما زال هل عملنا حرارة؟ لأنه السنة الماضية لما عملت حرارة أعطاني إياها الحكيم، فيها تكون الحرارة ناتجة عن سبب ثاني، فإذا ما نحن نتصرف بصحتنا على ذوقنا، ولا نلجأ لناس ما هم متخصصين لهالشغلة. صحيح. مع احترامي للكل، حتى لو كانوا يمكن ممرضين، أو لو كانوا صيادلة، أو لو كانوا جيراننا بيفهموا شوي شغالين بمستشفى قبل بمرة، منهم الأشخاص المخولين يعطوا العلاج المناسب للشخص المناسب للمرض المناسب. صحيح. نحن دكتور يعني صحة المشاهدين أكيد بتهمنا، أكيد. وبرنامجنا موجود أكيد لحتى نوعيهم ونعطيهم المعلومات الكافية. دكتور توني المر، أنا بدي أتشكر حضورك معنا اليوم، بدي أتشكرك كمان على المعلومات القيمة اللي قدمتها لي. مشاهدينا بعد الفاصل حتكون معنا الممرضة سمر أبي غصن كراتي، سنحكي عن سبل الوقاية داخل وخارج المستشفيات. فاصل وبنرجع. مشاهدينا بدي رحب فيكم من جديد، برجع اذكركم موضوعنا هو الفيروسات والبكتيريا الاكثر انتشارا. اذا كان عندكم اي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. انا بدي رحب بمديره قسم التمريض بمستشفى الشرق الاوسط سمر ابي غصن كراتي. اهلا وسهلا فيك يا سمر، كيفك اليوم؟ سمر، استكمالا للحديث يلي بدأناه مع الدكتور المر، انتو كممرضات شو هي سبل الوقاية المعتمدة داخل المستشفيات منعا لتفشي الفيروسات؟ صح، هيدا السؤال الكتير اهم، والمستشفيات عامة كلها بتبني على قسم معالجة مكافحة العدوى. نعم. بطريقة كتير كتير اولوية. نعم. يعني بتعطي لهالموضوع اولوية كتير كبيرة، بتبدأ من استراتيجيات اللي بتوضعها المستشفيات القطاعات الصحية، بتكون استراتيجية إدارية، واستراتيجية بترجع بتتوزع على الأقسام كلها بالدور، كل الأقسام المعنية بانتقال العدوى. نعم. ومننفذها بطرق كتير. كيف بيتم التنفيذ؟ هلا قبل ما نحكي عن التنفيذ شوي بدي أقول لك قديش منقيس العدوى بالمستشفيات. نعم. يعني لنعرف نحن حالتنا الصحية كمستشفى، مستشفى إلى حالة صحية. صحيح. كمان تقاس بالمعايير، بالانديكيتورز اللي هن معايير المستشفى. معايير انديكيتورز. نعم. يعني كي بيرفورمنس انديكيتورز للتحسين.
لنعرف شو بدنا نحسن ونعرف شو صحتنا الاستشفائيه اكيد، لانه المستشفى المعايير يعني بتخلى بشكل صح. كبير ان كان من اطفال صح. ولا كبار، فمفروض بتشوفينا بكل الاقسام اخذين هالموضوع على محمل كثير جد قوي. عم نقيس قديش عندنا التهابات، اذا شي مريض تعرض شو الاسباب، نسال 5 بوركوا روت كوز اناليسيس، نعمل اناليز للاسباب. نعم. وبعدين رح اوصل للحديث اللي بدك اياه، اللي تعرفي الاشياء التيوريك كيف بدنا سبل الوقايه. سبل الوقايه. نعم. سبل الوقايه بنبلش تما لحتى ما نستبعد مين مسؤول عن قسم العدوى. قسم العدوى بديره طبيب مع فريق تمريض، توضع سياسات. نعم. سياسات مكتوبة يتم من هالسياسات التأكد بطريقة العمل فيها وتطبيقها بطريقة سليمة من خلال التمريض التدريب المستمر داخل المستشفى، من خلال التدريب خارج المستشفى، من خلال تيست دو كومبيتانس بنعملهم للعمال كلهم. ما تفكري طبيب او ممرضه فقط معنيين، القطاع كله الصحي معني، كل انسان معرض انه يقرب لمريض او ينقل عدوى لمريض او ينتقل منه عدوى، ونكون نحن الطريقه لننقلها لغير مرضى. دونك الاشخاص حتى عمال التنظيف داخلين بهالموضوع، تقنيه اشعه ومختبر. شو هي الطرق؟ طرق بتبلش اول شيء غسيل الايدين، اللي هي عامل كثير اساسي بالسياسات الموضوعه. الهاند هايجين دونك غسيل الايدين شغله كثير اساسيه، ويا ريت قدرت فرجيكم شو بنعمل عليها. حنشوف سوا هلا نحن والمشاهدين فيديو صغير لنعلق عليه اكثر ونشرح كيف بيكون فينا نحافظ على النظافه. كيف بنحافظ على النظافه؟ نعم. هلا غسيل الايدين شغله كثير اساسيه مثل ما عم نشوف هلا الفيديو، مفروض اشرح عنه. صحيح. من بالمي بالاول ايدينا، حط الصابون هون ما لحقتوا شوفوا بالاول، ايه حط صابون، بلشنا بعمليه الفرك المستمر. اذا لاحظتي قديش فركنا البوم دو لامان داخل الايد، مش مثل ما بنغسل نحن، لا احنا لا بنغسل على السريع، حتى الاولاد يعني بتلاقيهم على عجله. نحن هلا رح نعطيكي هن 3 انواع للغسيل. هلا الغسيل العادي اللي بنستعمله بالبيت غير غسيل المستشفى اللي بنستعمله الانتيسيبتيك بالمستشفى. غسيل البيت كمان مهم، اقل شيء يستغرق 30 ثانيه، اللي هو الغسيل الطبيعي. الواحد فات على التواليت بيطلع بغسل ايديه. صحيح. بحضر اكل قبل التحضير بعد التحضير. نعم. بالبيت هينه، بس مفروض نتبع الوسائل اللي عم نشوفها. حتى هلا اللي شفناه الفيديو، حتى شفنا الهاند جيل او دواء لتطهير الايدين، سوليسيون هيدرو الكوليك. نعم. الجيل او الموس او الموجود دائما معنا بالحقيبه بالبيت. صح. او بالمستشفيات، موجود بالكوريدورات عند المرضى، صارت عامه هالشغله، لانه مفروض كل الناس تعرف كيف تغسل ايديها. هلا بالمستشفى نحن بنعمل دائما حملات للتوعيه، و منفرجي. نعم. كيف غسيل الايدين، منجيب ماشين يوفي لايت، من بعد ما يغسلوا ايديهم الموظفين كلهم بالمستشفى بحطوا ايدهم بهالماشين، بيشوفوا انه في مناطق هون عند الصبيع ناسيينا. نحن كموظفين حنكون مش ناسيينا، لانه معلمين على الطريقه الصح، بس لازم يعرفوا الاشخاص انه الطريق بين الصبيع، بين الاصابع والابهام هيدا الاصبع. فوق اليد وعلى جنب بيكونوا ناسيينا. يا ريت عندي صوره بس لفرجيكم قد ايه بينسوا الناس هالغسيل. والبكتيريا ما بدها باسبور لتقطع، يعني ما بتشوفيها تقطع بسهوله، مشان هيك بنبني على طريقه. نعم. غسل اليدين. حتى صبر هلا كنا كثير عم نشوف المستشفيات انه صار في على باب كل غرفه دواء لتطهير. صح. الايدين، قد ايه هذا الشيء مهم حتى للزوار كمان. أكيد. اللي بيزور المستشفى. أكيد. او عم بيزور اي مريض. اكيد نحن هون الزوار بدنا نوجه لهم، او الاهل اللي بيكونوا مع مريضهم بالمستشفى، شويه ارشادات كثير مهمه لوقايتهم هن الشخصيه، ولوقايه كمان المريض اللي جايين لعنده. لانه المريض ممكن يكون بمستشفى، ليش بنقول مستشفى فيها كثير امراض وميكروبات؟ لانه المريض اللي عم بفوت عليها حامل عده فيروسات، يمكن ما نعرفها نحن من الاول، ويمكن نعرفها من الاول نعرف فايد كرمال. نحن على كل الاحوال بنعمل طريقه العزل. معلي بدي اسمح لحالي احكي شوي عن العزل قبل ما احكيكي عن غسيل الايدين بسوليسيون هيدرو الكوليك. نعم. لانه العزل وقت نعمله مفروض المريض يحترمه، والاهل الجايين لعنده يحترموه. نحن كموظفين وكقطاع صحي، حكمة وتقنيين وحتى عمال تنظيف كلنا بنعرفه وحافظينه. نعم. بنعلمه للناس، ما في مشكل. الفكرة بدي وصلها للمجتمع وللزوار وللأهل مثل ما حكينا. نعم. وقت نجي لعند مريض، أول شيء تأكدوا ما تكونوا عندكم ضعف مناعة، لأنه اللي عنده ضعف مناعة حرام يعرض حاله لهالبكتيري. البكتيري
بغض النظر قد ايه بنعمل حمايه بالمستشفى، البكتيريا ما في زيرو، ما في زيرو بكتيريا بمستشفى، ما في ريسك زيرو، دائما في اعداد شوي بتبين. نعم. يكونوا ما عندهم مناعه، يكونوا ما عندهم ضعف المناعه ليجوا على الاوبيتال، ما يجيبوا اولاد صغار، ما يسمحوا لهم، يمكن ولد يجي ليشوف امه بمستشفى مولده. صح. طلع على قسم التوليد ما ينزل على غير اقسام ويركض بين البواب، يتفادوا يدقروا يمسكوا مسكات البواب، الحنفيات ما يستعملوا، طلعات الدرج اللي طلعات الدرج 100% صح، الخزاين اكسترا، دونك هودي بدنا نتفاداهم للناس اللي بتفوت على المستشفى حتى لو ما عندها ضعف مناعه، لانه رح تلقط الميكروب. من هون بننصحهم يبلشوا بغسيل الايدين اول ما يفوتوا على المستشفى وقبل ما يظهروا من المستشفى، حتى بغرفه المريض قبل ما يقربوا على مريضهم ليعطوه عنايه معينه، يجلسوا له قعدته، يساعدوه بالاكل، دونك مفروض يغسلوا ايديهم، ويغسلوا ايديهم بعد ما يخلصوا منه، ما يقعدوا على التخت، يعني ما يقعدوا على تخت المريض ويرتاحوا كثير، تخت المريض معرض يكون لاقت التهاب من مريض او من غير مريض. ما يفوتوا على تواليت المريض، اوكي؟ ما يقعدوا على التخت، يغسلوا ايديهم بطريقه مستمره. يعلموا هلا صرنا شوي بارشادات عامه، ما بعرف اذا لازم هلا احكي عنها. حتى النظافه الشخصيه للاشخاص، حدا مقرب ما يجي على اوبيتال، مش بس عنده ضعف مناعه ما يجي. انسان مريض بيعرف حاله حينقل هالعدوى، ليش بدي اجي على اوبيتال وارجع زيد العدوى عند المريض؟ عدم تكاثر الاشخاص بغرفه المريض شغله كثير مهمه، انه ما نفوت كثار بالاوضه، لانه هالعدوى اذا كانت عند المريض ممكن تنتشر عليكم كلنا ونشارك بابيديمي نشره برات المستشفى ولاشخاص ثانيه بالمجتمع. هيدي القصص كثير مهمه نحكي فيها نحن كانتباه داخل المستشفى. سامح حشوف كمان سوا فيديو ثاني كيف بيتم غسل الايدين بالصابون، خلينا نشوف شو الفرق بين الصابون وبين الفرق بين الصابون والسائل، بدنا نشرح هلا ولا بحكيك الفرق ديركت؟ خلينا نشرح هلا، خلينا نشرح. بل ايده بالمي، نعم. هون بالبيت الانسان عنده صابونه، بل ايده بالمي، حط الصابون، الفرق كثير مهم لداخل اليد، 5 مرات بنقول نحن، بنرجع على ظهر اليد من فوق، بين الاصابع، هي اللي بتنسى دائما عم نشوفها على الشاشه، بين الاصابع من فوق ومن جوا، برجع بفوت هالانتركل، اوكي؟ نعم. الصبيع بقلب بعضهم، عم برجع اشر انا مثل الفيديو، مضطرين، اوكي؟ نعم. البوس الابهام، اوكي؟ كمان لانه هيدا بينسى، كثير مهم هون انا عم بنظف ايدي بطريقه كليه وكثير مضبوطه، وحتى راس الاصابع، نحن هون بننصح الموظفين القطاع الصحي والناس اللي ببيوتها عندها ناس تعتني فيها، يقصوا ضفيرهم، ما يخلوا ضفير طويله، الميكروبات تعشق بقلب الضفر من جوا. نعم. اذا لاحظت اخر مرحله، نظفوا راس الصبيع والايدين، شطفوا بالمي، وهون نشفوا بمنشفه، شكلهم بالبيت 100% لانه بالمؤسسات الصحيه هيدي لا تستعمل. اوكي؟ صحيح. تستعمل الطريقة الأولانية اللي شفناها الكلينكس. وحتى هون بدي نبه على انتباه، وقت ننشف إيدينا بالكلينكس مجرد ما فتحنا الحنفية أول شيء إيدنا كانت متسخة أو حاملة بكتيريا، وقت بحملها يعني هالحنفية حاملة البكتيريا، مش معقولة أرجع نظف إيدي كب الكلينكس وسكر الحنفية بإيدي نظيفة أرجع ألقط بكتيريا عن جديد. عشان هيك بننبه ما كتير يدقوا بالاماكن اللي فيها كثير ايدين عم تنحط عليها. خلينا ناخذ اتصال معنا عادل من السعوديه. الو. الو. اهلا وسهلا فيك يا عادل. انقطع الاتصال. سمر، ليش ما بتقوم بدورات او اذا بدك دورات تثقيفيه داخل المدارس للطلاب او بالحضانات؟ لانه اكيد الثقافه منا موجوده بشكل صحيح اذا نقول 100%. مفروض هي الثقافة أكيد تنتشر بطريقة بروفيسيونال، يعني مش مهم نحكي لنحكي عن الأمراض بالمدارس، مفروض يكون أخصائيين عم بيجوا يفسروا عليها مع أكتيفيتي، يعني الأكتيفيتي كتير مهمة داخل المدرسة، يعني نبلش الوعي الصحي قبل ما نقول مدارس، حلو الوعي الصحي يبلش شوي بالبيت، يعني مينيموم المدام اللي عندها ولد مريض ما تبعته على حضانة ولا تبعته على مدرسة وقت يكون محرور، لأنه مجرد ما نوجد بمجموعة وقريبين لبعض مسافة أقل من متر، تعرف المدارس أو الجامعات أو الحضانات بيتعاطوا مع بعضهم بطريقة مباشرة، صحيح. هالميكروب حينتقل، دونك ليش بدي أبعت ولد هالولد المريض على هيدا؟ الوعي الصحي مفروض يكون عند الأهل بالأول، واكيد لازم يكون بالمدارس. هلا الولد راح على المدرسه، الوعي الصحي كيف رح يكون؟ اذا علمته على القليله، اذا كان مقرب مريض عنده انفلونزا بده يعطس، مفروض يعرف انه يحط المشوار، يرجع يغسل ايديه، يحط المشوار يعني الكلينكس الفوطه، يغسل ايديه، ما وجدت الفوطه
من وجدت مغسلة لغسيل الإيدين يعطس أو يسعل بكوعه على الكوع. ليش على الكوع؟ لأنه الكوع وقت يجي الميكروب على الكوع ما بيشكل خطر وقت يجي على الإيد. الإيد بنسلم عليها وبندقر فيها أغراض كتيرة. كتير مهمة كمان هون الوعي الصحي بالمدارس أكيد والحضانات بالأخص، لأنه الحضانات الأولاد بتلعب بألعاب مفروض تكون هالألعاب كلها سيرفاس ريجيد، يعني تتعقم الألعاب، ما بدها تكون بلوش وصوف وقطن وقماش وقصص. وهون بدي ضوي شوي على التواليتات الموجودة بالبيوت، يعني بننبسط بحطوا السجادة أو تحت البانيو تحت هيدي ما بتتنظف، هيدي منا جسم لك اليوم نظفها، هيدي دونك مفروض كمان ما تنحط ولا بالحضانات. الوعي الصحي بالمدارس كيف مفروض يكون؟ بلشنا من البيت شوية وعي صحي، يحضروا محاضرات، يفوتوا على الميديا، انه يحضرونا في اشياء كثير. انا كثير بدي اشكر هالبروجرامات الحلوه اللي عم تنحط، فريمون بتوصل المعلومات للاشخاص، نوصل المعلومات للاشخاص، يوصل المعلومات صحيحه اكسل، وهذا شيء كثير منيح وهنيكم عليه. وكثير مبسوطين نحن بهيك برامج فريمون، لانه الوعي ما بيكفي، البروفيسيونيل دو سانتي يكون واعي، الاشخاص لازم تكون واعيه، الدوله لازم تشارك بالوعي مش بس بالمدارس، الحملات اللي بتنقام بالبلديات بالمناطق بالقضاءات بالاقضيه سوري. نعم. وفي بعد شغله على صعيد وزاره الصحه، قامت بكثير حملات توعيه. وكثير مهم بالتوعيه ما بقى نعطي تيوري على طول، تيوري وحكي حلو الورك شوب، يعني كثير حلو هلا حطيته الفيديو. على فكره انا الفيديو مش انا جايبته، بس من خلال الفيديو الاشخاص بيصيروا يعني بيشوفوه بطريقه اوضح اذا بدك. 100% سمر ابي غصن كراتي، انا بدي اتشكر حضورك معنا لليوم، بتشكرك كمان على التوعيه كمان اللي قدمتي لنا اياها بخصوص هذا الموضوع. مشاهدينا بعد الفاصل رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه ميرا الحج، فرح فاصل صغير ونرجع نترونا. مشاهدينا بدي رحب فيكم من جديد، اذا عندكم اي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارامل اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه، وفي حال ما قدرتوا تتابعونا بحلقاتنا السابقه فيكم ترجعوا تحضروها اكيد من خلال اللينك اللي كمان عم تشوفوه قدامكم باسفل الشاشه. بدي رحب باخصائيه التغذيه ميرا الحج فرح، اهلا وسهلا فيك ميرا. ميرا، بس نقول بكتيريا بالمطبخ بنروح ننتقل دغري على المطبخ وخاصه الواح التقطيع. خبرينا قد ايه مهم انه يكون كل مثلا لوح تقطيع للحمه، لوح تقطيع للفواكه او للخضار، قد ايه مهم هذا الموضوع؟ البكتيريا كثير بتنتقل خاصه من بالغذاء، فنحن كثير مهم ننتبه لهالسلامه بالمطبخ، نتبع اشياء هلا رح نحكي عنها كرمال نتفادى انه هالبكتيريا تنتقل. خاصه هيدي الشيء ما كان موجود على ايام اهلنا، يعني احنا مزبوط. كنا نستعمل لوح التقطيع لكل شيء. مزبوط، وكانوا اوقات مثلا يصير معهم عوارض معينه او يلقطوا بكتيريا وما يعرفوا من شو، هلا من وراء الوعي اللي عم بيصير كثير عم بتخف النسب. فحكيت شوي عن لوائح التقطيع، هذا الشيء نحن كثير بنشدد عليه بالمطبخ. في عندنا كذا نوع لوائح تقطيع، في مثلا الخشب، في الازاز، في البلاستيك. في ناس بتسال اي هو احسن، اي هو صحيح. لازم نستعمل. هلا لا شك انه كلهم اكيد اذا ما كنا عم نغسلهم مزبوط وكل شيء رح يكون في بكتيريا عليهم، بس لازم دائما ننتبه مثلا بالالواح الخشب بنلاحظ انه بس نقص بصير في مثل جوار بقلب اللوحه تجروح. هذا الجروح كله كمان بيخلي البكتيريا انه تكون تضل قاعده جوا وتقعد بقلب اللوحه، مشان هيك اول ما تبلش شوي تصير بهال على هالشكل اللوحه لازم دغري انه نغيرها. والخشب كمان زياده انه ما بينشف بسرعه، بضل رطب لفتره طويله والبكتيريا بتقعد بمحلات يعني رطبة. انت الافضل انه نغير دغري اول ما ينجرح، ما في طريقه لحتى ننظفه. بلا اكيد كثير مهم ننظف حياة لوحة معقول نستعملها من بعد ما نكون قصينا عليها حياة لشيء بالمي السخنة، ومش بس بالمي، كثير مهم كمان نعقمها بالأوجافيل أو مثلا بالصابون، كثير مهم نحفها كثير منيح ونتركها تنشف، هيدا أهم شيء. وحكيت عن شيء كمان كثير مهم يلي هو تقسيم اللوحات. نعم. على القليل لازم يكون بمطبخنا في لوحتين، وحده خشب او وحده حيل، سوري وحده للحمه والدجاج، يعني للاشياء النيه اللي معقول
يعني اللي معقول يكون فيها بكتيريا، والثانية هي للخضرة وللفواكه اللي بناكلها دغري، يعني الخضرة والفواكه ما بنطبخها، أوقات بناكلها سلطة، أوقات بناكلها دغري، فكتير معقول إذا استعملنا زيت اللوحة يلي بنشتغل اللحمة عليها تنتقل البكتيريا من اللحمة مثلا على الخضرة أو هالأشياء. طيب ميرا، في دكاترة ما بينصحوا باستعمال الأوجيفيل بالمطبخ؟ لا، نحن إجمالا هو طريقة للتعقيم، بس مهم يتغسل من بعده يعني، وفي كميات معينة إجمالا بنقول نحن تقريبا مرقة صغيرة لكل لتر ماي. نعم. أوجيفيل بتتعقم فيه كثير منيح، مش بس كمان الألواح، كل شيء بالمطبخ يعني، حتى وقت نشتغل على طاولة معينة أو على السطوح كلها لازم تتعقم مظبوط من بعد ما نشتغل عليها. يعني مش بس لوح أكيد كل الأشياء كمان حوالي لوح مظبوط، وحتى السكاكين كل هالأشياء هيدي. نعم. حتى الفوط والشقف اللي بنستعملهم حتى ننشف أو مثلا ننشف على التنظيف، كله بده يكون دغري على التنظيف ودغري على الغسيل. طيب خلينا ننتقل للألواح الثانية، عندنا الإزاز. نعم، عندنا الإزاز وعندنا البلاستيك، كمان إذا بنلاحظ البلاستيك بيتجرح بذات الطريقة مثل الخشب. نعم. فإجمالا الإزاز أو الريزين نحن بنقول أفضل لوح معقول يستعمل، لأنه بيكون ما حيتجروح مظبوط، ما حيتجروح مثل الخشب والبلاستيك، ونسبة البكتيريا إنه تقعد عليه كثير كثير قليلة. بس المشكلة بس شوي بالسكاكين، انه على اللوح الازاز او الرزين شوي بتزحت، فالاشخاص ما كثير بتستحكم يعني تشتغل على الازاز. فاذا بدهم يستعملوا الخشب او ان كان البلاستيك، مهم اول ما تصير مجروحة مثل ما شايفين هون لازم دغري نكبها ونغيرها، لانه هيدا موقع معقول البكتيريا تقعد فيه. خلينا ميرا نرجع نذكر المشاهدين انه كثير ضروري يكون عندنا لوحين على القليلة بالبيت. مزبوط. لوح للحبة والدجاج، واللوح الثاني للخضار والفواكه او للخبز. نعم. صحيح. كيف لازم تصير عملية التوضيب داخل الفريزر أو الثلاجة؟ اوكي، في كثير ناس بتفرز الاشياء، الخضار، الفواكه حتى، واشياء ثانيه، فكثير مهم واهم شيء انه لنعتبر بدنا نعقم نوع خضره، سوري بدنا نتلج نوع خضره، لازم نعقمه ونغسله قبل ما نتلجه، هذا اهم شيء. في ناس بتحط بالفريزر مثلا اوقات بالومنيوم او باشياء هيك، كثير مهم نستعمل الاكياس الخصوصي للفريزر، لانه اول شيء بتتسكر مظبوط. اوكي، يعني بنحط الشغله مثلا هون بقلبها، لنقول مثلا بنحط البازيلا مثلا نحطه بقلبها، اهم شيء نفضي الهواء قبل ما نسكر، لانه اذا ضل الهواء جوا كمان هذا الشيء منه منيح. وبنسكر كثير منيح الكيس، والاهم بعد انه نكتب على الكيس التاريخ يلي مثلا حطينا فيه الاكل، لانه ما يضلوا فتره طويله. مزبوط، ما يضلوا فتره طويله، يعني في اشياء بتضاين، في اشياء ما بتضاين وقت اقل، فكتير مهم، لانه ما رح نضلنا نتذكر بعد فتره طويله مثلا اللحوم بتقعد سنه بالفريزر. مزبوط. فكتير مهم نكتب اهم شيء تنعرف اي تاريخ حطينا فيه هالشغله بالفريزر. نعم. والمهم ليش التسكير، لانه اذا عبى الثلج بقلبهم نجي نحن بدنا نشيلها لنقول ندوب الثلج عنا، بصير الثلج يفوت بالاكل، بتبطل طعمه الاكل يعني. مزبوط. طيبه. في ناس كمان بيوضبوا الاكل بالتبرورات، شو في فرق يعني؟ ما في مشكله بالبراد اجمالا، احسن انه يتضب الاكل بالتابروير من انه نحط الطنجره مثلا مثل ما هي نحطها بالبراد. في ناس بيقولوا التابروير او التفال، الازاز اكيد غير البلاستيك، نحن الازاز دائما بنحبزه، بس الازاز منه كثير براتيك للناس لانه بيوقع بيتكسر دغري، بس البلاستيك هو كمان طريقه صحيه وما في مشكله انه نوضب فيها الاغراض بالبراد. ولازم ننتبه دائما على الارقام اللي مكتوبه تحت، هلا اجمالا الموجود دائما هي ارقام صحيه. نعم. مثلا بس نقرا 5 يعني هو يعني نوع بلاستيك ما بيأذي، يعني بنقدر انه نحط فيه بالبراد. اوكي. مثلا اذا كان 1 او 6 او 4 مثلا، هو الاشياء ممنوع انه تنحط بالبراد. ميرا، الخضره قد ايه بتضاين بالفريزر او بالبراد؟ بالفريزر اذا ما نفرزها فيها تضاين للست او 7-8 اشهر حتى يعني بالفريزر، ما في اي مشكله. واللحمه والدجاج؟ الدجاج اجمالا ل8 اشهر، اللحمه حتى لسنه فيها تضاين بالفريزر، عم نحكي اذا نايين اكيد. نعم. طيب كيف لازم نذوب اللحمه والدجاج قبل ما نستعمله؟ هذا الشيء كثير مهم، انه في ناس مثلا اوقات بدها تطبخ بلحمه، بتشيل من الفريزر وبتحطها برات البراد على المجلى شي 2 أو 3 مثلي. ليه هذا غلط؟ مشان هيك ليش؟ لانه البكتيريا هي بتتكاثر وقتها بيكون في حراره عاليه او وقتها بيكون في شوب او وقتها. هيدي الطريقة كثير غلط، أحسن طريقة تنذوب الثلج عن اللحمة أو الدجاج أو هالأشياء هي إنه ننزلها دغري على البراد، ف
فبتصير تذوب بطريقه بلا ما تتكسر البكتيريا بقلبها، لانه هي بكتيريا موجوده. في ناس بحطوهم بالمايكروويف. مزبوط، فيكم بالمايكروويف، وفينا دغري نستعملها ونحطها بالطبخه. نعم. فهول ثلاث طرق فينا نستعملهم، بس اهم شيء ما نذوبها برات البراد، لانه هذا الشيء بخلي البكتيريا تتكاثر. طيب، وقد ايه بتضاين الطبخه من بعد ما نطبخها ونحطها بالبراد؟ قد ايه من بعد ما نطبخها ونحطها بالبراد؟ بنقول نحن لثلاث ايام ماكسيموم، يومين لثلاثه، بعد ثلاث ايام الطبخه لازم تنكب. بس اذا بدنا نحطها بالفريزر مثلا فيها تضايلنا شي 3 اشهر الطبخه، اذا عم نحكي انه مطبوخه يعني الطبخه. نعم. يعني معموله. بما انه هلا كمان جايين على رمضان، قد ايه الحلو بضاين بالبراد؟ ماكسيموم 24 ساعه، لانه الحلو في كريم، في بيض، في حليب. حتى اذا ما كان في قشطه مثلا لا، هلا اذا ما كان في قشطه، اذا شيء ناشف مثلا كيك ناشف او شيء، لا بضاين اكثر. بس اذا مثلا كيك يلي فيهم كريمات وهالاشياء كلها، القشطه، الحليب، بس نحطها بالبراد ماكسيموم 24 ساعه، نتركها بعدين اكيد لازم نكبها. سمير، قد ايه او شو هي بتكون حراره البراد المفترض يعني اعتمادها؟ تقريبا حراره البراد بتكون من 0 ل 4 ماكسيموم، ممنوع تتخطى. مشان هيك هلا البرادات الجديده اجمالا فيهم لحالهم كبيره، مضبوط، ديجيتال من برا ببين قد ايه حراره البراد. واللي ما عنده هالانواع من البراد لازم دائما دائما يشيك حراره البراد، لانه الاكل معقوله ينتزع ويصير عندنا بكتيريا وبتنتقل البكتيريا للانسان من وراء هيدا الشيء. فبننصح دائما الناس تضلها مراقبه حراره البراد، ممنوع تتخطى الاربع درجات. نعم. طبيعي بس نفتح ونسكر بتطلع شوي، بس نسكر دغري المفروض ترجع. طيب وين بنحط البيض، الخضره او اللحوم؟ اجمالا البرادات هلا الجديده فيها مراوح معينه بتخلي انه السقعه تكون هي ذاتها بكل البراد. نعم. بس دائما هي اجمالا الهواء المسقع بينزل لتحت اكثر شيء، فمهم انه نحط اول شيء تحت يعني بكعب البراد اللحوم والدجاج والسمك اللي هن كثير لازم يتخزنوا بحراره واطيه. نعم. وكمان لانه حتى نتفادى اذا اللحمه زومت او نزلت شيء او الدجاج ما ينزل على غير ماكولات نحن بنتناولها دغري. نعم. فاجمالا اللحمه والدجاج بكعب البراد، في الجوارير بنحط فيهم الفواكه والخضره، بالنص اجمالا الطبخ او الاجبان الالبان، واجمالا بباب البراد البيض. هلا هون بحب اقول شغله عن البيض، اجمالا بنشتريه نحن ما بيكون بالبراد. صحيح. فنحن بناخده وبنحطه بالبراد، بس اهم شيء مش نكون جايبينه من البراد وفي ناس تتركه برات البراد، لانه هيدا الشيء ابدا ما بيسوى. نعم. وبيسبب عن جد باشياء مشاكل كثير. نعم. كبيره. اكيد. فاجمالا يا بتحطوا البيض فوق يا اما بباب البراد عن جد. نعم. واهم شيء ما نكدس الغراض بالبراد، يعني نخلي مثل فسحه تضل الهواء يبرم بالبراد. صحيح. ميرا، بشكل مختصر شو نصيحتك لليوم؟ نصيحتي كمان اذا بدهم يروحوا من الاول يبلشوا، اذا يروحوا يجيبوا اغراض لنقول من السوبر ماركت، دائما نبلش بالاشياء مثلا يلي ما بدها براد، يعني مثلا اذا عم نبرم شي ساعه ونص بالسوبر ماركت، في ناس تشتري الحومات او الاجبان بالاول يعني بتخلي القصص تتفرز بدها براد لاخر شيء، والعكس بس نوصل على البيت نبلش بالاشياء اللي بدها براد نحطها بالبراد. نعم. لانه اوقات في ناس كمان بيقعدوا ساعه بضبطوا الاغراض بيتركوا اخر شيء اللحمه بينسوها. نعم. بتكون صار لها ساعه برات البراد وعم تتكاثر البكتيريا. صحيح. بقلبها، فأهم شيء ويتبعوا النصايح اللي قلناها. ميرا، أنا بدي أتشكر حضورك معنا لليوم، بدي أتشكرك كمان على المعلومات اللي عم تفيدنا بشكل يومي وقدمت لنا إياه. ميرسي لكم. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتوا لنا إياه. ما تنسوا تتابعونا بكره بحلقة جديدة وموضوع جديد وهو سكليوز. بشوفكم بكره، باي.